السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب الصف الرابع. إن شاء الله النهاردة عندنا مراجعة لمقرر شهر مارس بالتوفيق للجميع. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، كل مما يلي من مصادر الطاقة المتجددة ما عدا الماء، الرياح، الشمس، الغاز الطبيعي. الإجابة الغاز الطبيعي. الطاقة الكهربية المتولدة باستخدام المياه تسمى الطاقة كهروضوئية، كهرومائية، نووية، كيميائية. طبعا إجابة الكهرومائية. تقوم النقاط بتحويل الطاقة الكهربائية الحركية إلى طاقة كهربية عن طريق تحريك أذرعها، الخلاط الكهربي، التوربينات الهوائية، السخان الشمسي، المكنسة الكهربية. الإجابة التوربينات الهوائية. يمكن استخدام الطاقة الشمسية في طهي الطعام باستخدام خلايا شمسية، صور زراعية، مرايا مجمعة، النوافذ الزجاجية الكبيرة. الإجابة المرايا المجمعة. معظم محطات الطاقة المنتجة للكهرباء تعمل باستخدام طاقة شمسية، رياح، وقود حفري، وقود حيوي. الإجابة الوقود الحفري. كل مما يلي من الطرق المستخدمة لترشيد استهلاك الكهرباء ما عدا فصل الكهرباء عن جميع الأجهزة بعد استخدامها، إطفاء المصابيح عند الخروج من الغرفة، استخدام الشموع بدلا من المصابيح الكهربية لفترة من الزمن، عدم إغلاق التلفزيون بعد الانتهاء من مشاهدته. دي الإجابة الصحيحة. يمكن استخدام النقط في توليد الكهرباء، الرياح، الماء، النفط، جميع ما سبق. الإجابة جميع ما سبق. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. الضباب الدخاني المنبعث من السيارات يسبب تلف أنسجة الجهاز التنفسي. إجابة صحيحة. يعتبر استخدام الوقود الحفري من الوسائل التي تحافظ على البيئة من التلوث. إجابة خاطئة. تسبب الأمطار الحمضية في تماسك طبقات الصخور. إجابة خاطئة. تسبب الأمطار الحمضية تلوث التربة والماء. إجابة صحيحة. اكتب المفهوم العلمي. أمطار تتكون من اتحاد ثاني أكسيد الكربون مع بخار الماء الموجود في الهواء. الإجابة الأمطار الحمضية. اذكر وظيفة التوربينات الهوائية الحديثة. توليد الكهرباء. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. يتم استخدام المياه لتوليد الطاقة لأنها مورد غير متجدد. طبعا خطأ. أثناء سقوط مياه الأنهار من أعلى إلى أسفل تتحول طاقة وضع الجاذبية إلى طاقة حركة. إجابة صحيحة. تعمل طواحين الهواء بالاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة. إجابة خاطئة. الطواحين الهوائية الحديثة أطول من الطواحين الهوائية القديمة. إجابة صحيحة. اذكر أهمية واحدة للصوبة الزراعية. زراعة المحاصيل في غير موعدها. كده رجعنا يا أولاد مقرر شهر مارس، وإن شاء الله هننزلوا على المسيرة. أتمنى إنكم تتراجعوا كويس وتركزوا، وإن شاء الله خير. بالتوفيق للجميع. شكراً.